أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عمو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم، هو اليوم العالمي لاضطراب التوحد. لا جورني انترناسيونال دو لوتيزم. لازم نتوقفوا في هذا اليوم باش نضمنوا معهم. ساعدني ساعدني ساعدني، محتاج لك، انقذني واعني، كن جنبي وانا جنب لك. مدرستي مدرستي كم احب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، اشتو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتحيا يا مدرستي لي صديق صالح حسن سلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حين القلب طيبا. أصدقائنا الأطفال باللي يقدروا هما كذلك يحضروا ويشاركوا معنا في الحصة عبر موقع الانترنت عمويزيد.com عبر زرار أراء وملاحظات. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. صديقي 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 أخي ورفيقي، عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدول، هيا نصفق ونغني، تعالوا هلموا إلينا الضفوة عمو يزيد.